فترة. طيب خلينا أيضا نتكلم عن دور ندمت أنك سويتها. والله شوفي، في أعمال تكون تجي فجأة اللي أنا مو متجهز لها، بس أرجع أقولك شغلة غريبة، في بعض الأدوار ما تعجب لي، ولا سوى الإدارة الإنتاجية سوى المناخ اللي موجود كامل، بس تضرب. يعني في أعمال أنا سويتها ما أقدر أقول اسمها لأنها نجحت والله، وهي أنا مسويها قلت أنا سويتها وخلاص حنساها، يعني يا ربنا ما تذكر عند الناس، أتفاجأ أنها نجحت. فدائما مو مقياس ان انت يعجبك الامور الانتاجيه، ناس في الاخير لها الشاشه قدامها صح، وتشوف شغله تعجبها. واعمال كثيره والله الصراحه نتعب فيها وما تنجح، فالموضوع ما له علاقه، ناس في الاخير لهم في الشاشه خلف الكواليس، احنا اللي نعاني بس.